بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم معلومه وجايزه. معلومه النهارده هم ثلاث حقائق او ثلاث معلومات في معلومه واحده. والموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده هو موضوع مهم جدا وخطير وشاغل بعض الناس. في الفتره الاخيره بدا كتير من الناس يهتموا بقضيه الجن والاعمال ويربطوا حياتهم بيها. خلينا اقول لحضراتكم النهارده ثلاث حقائق مهمه جدا عن هذا الموضوع. كمان بعض الناس لما يجي يتكلم عن الموضوع ده يقول لك يا عم ما الجن مذكور في القران. ايوه، ما القران برضو اللي ذكر فيه الجن ذكر فيه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الثلاث حقائق النهارده بيقولوا ايه؟ اول حقيقه ان عالم الجن من العوالم الغيبيه اللي المعلومات بتاعته بناخدها من القران الكريم ومن السنه النبويه المشرفه، وبناء عليه ما ينفعش ابدا نسمع للدجالين ولا لاي حد يكلمنا عن هذا العالم الا بمعلومات من القران الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. فسيبنا بقى من حوارات الدجالين والناس اللي بيعملوا الأعمال، كل هذا الكلام وهذه المعلومات معلومات كلها تقريبا خاطئة. حاجة التانية أو الحقيقة التانية والمهمة جدا، محدش يقنعك إن كيد الشيطان عظيم وضخم، لأن ربنا في القرآن قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمهما كان بقى اللي بيحاك ومهما كان اللي عايز يضرك، هتعرف وتتأكد إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فمحدش هيقدر يضرك ابدا لان كيد الشيطان ده ضعيف وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظ الخلق. الامر الثالث بقى والمهم او الحقيقه الثالثه، ان هي معادله بسيطه، كل ما كنت قريب من ربنا كل ما كنت بعيد عن الشيطان. فحاول تقرب من ربنا بكل انواع العبادات والنوافل وتقرب الى الله تبارك وتعالى علشان ربنا يحفظك، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اما سؤال النهارده بيقول النبي قال من صلى البردين دخل الجنة، ايه هما البردين دول؟ تعالوا كده نشوف لما سألنا الناس جاوبوا علينا وقالوا ايه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من صلى البردين دخل الجنة، ايه هما البردين؟ الفجر والعشاء. البردين؟ البردين دخل الجنة صلاة العشاء وصلاة الفجر، اللي هو صلاة الصبح، تمام، وفي ركعتين قبل صلاة الصبح. مش عارف والله. بنفكر حضراتكم بسؤال حلقة النهاردة. السؤال بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، ما هما البردان؟ ده السؤال اللي هسأل حضرتك النهاردة، ايه هما البردين اللي النبي قالهم في الحديث عليه الصلاة والسلام؟ البردين صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة الفجر وصلاة العصر فعلا هما البردين، هما صلاة الفجر وصلاة العصر. طيب لو انا بقى حضرتك عايز اسالك بقى، هما ليه اتسموا البردين اصلا؟ يعني هو النبي قال من صلى البردين دخل الجنة، واخونا قال صلاة الفجر وصلاة العصر. طيب هو ليه النبي قال البردين او ليه هما اطلق عليهم البردين؟ البردين لان صلاة الفجر فيها البرد الليل، وصلاة العصر هي برد النهار في صلاة الفجر، صلاة العصر فيها برد الليل، ولذلك سميت هذا الاسم. فعلا الإجابة مظبوطة جدا. بشكر حضرتك على المعلومات القيمة دي، حضرتكم كسبتوا معانا جايزة البرنامج انتوا الاثنين بقى النهارده. اتفضلوا حضراتكم افتحوها بقى وشوفوا الجايزة. خلينا نقول لحضراتكم ان فعلا البردين اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بالجنه لما نحافظ عليهم هما صلاه الفجر وصلاه العصر، لان الملائكه كمان بيتعاقبوا فيهما، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فربنا يجعلنا واياكم من اهل الصلوات ويحشرنا واياكم في زمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.